بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ أرجو كتابة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الشرائح ظاهرة؟ أرجو كتابة كلمة ظاهرة إذا كانت الشرائح ظاهرة. طيب، سوف نتحدث في هذا اللقاء إن شاء الله عن المشكلة الاقتصادية و كيفية مواجهة أو معالجة المشكلة الاقتصادية من قبل الأنظمة الاقتصادية المختلفة. المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية أيضا ومشكلة اختيار. هناك جانبين أو شقين للمشكلة الاقتصادية. الجانب الأول أو الشق الأول من المشكلة الاقتصادية أن الحاجات الإنسانية متعددة وغير محدودة. يعني احنا أخذنا في اللقاء الحي السابق أن من أهم خصائص الحاجات الإنسانية أنها متعددة وغير محدودة العدد. أما الجانب الثاني أو الشق الثاني من المشكلة الاقتصادية أن الموارد المتاحة لإشباع الحاجات الإنسانية محدودة أو نادرة نسبيا. إذن ما هي المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الاقتصادية تتمثل في أن الموارد الاقتصادية المتاحة محدودة أو نادرة نسبيا، في حين أن الحاجات الإنسانية متعددة وغير محدودة. فبالتالي فإن الموارد المحدودة لا تكفي حاجات الناس غير المحدودة أو المتعددة. هذا هو المقصود بالمشكلة الاقتصادية، أن الموارد الاقتصادية محدودة وبالمقابل فإن الحاجات الإنسانية متعددة وغير محدودة، وبالتالي فإن الموارد المحدودة لا تكفي حاجات الناس المتعددة أو غير المحدودة. والمقصود بالندرة هنا هي الندرة النسبية، الندرة وليست الندرة المطلقة. الندرة النسبية تعني وجود الشيء مع عدم كفايته. الندرة النسبية تعني وجود الشيء مع عدم كفايته، يعني موجود ومتوفر ولكنه بشكل غير كافي. إذن دائما نقصد بالندرة في المشكلة الاقتصادية الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة. فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية للموارد الاقتصادية وليست ندرة مطلقة، أي أن الموارد متوفرة في العالم ولكنها بشكل غير كافي نظرا لزيادة الحاجات الإنسانية. أصبحت الموارد الاقتصادية نادرة بالنسبة للحاجة إليها. إذن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية للموارد الاقتصادية وليست مشكلة ندرة مطلقة، أي أن الموارد متوفرة ولكنها بشكل غير كافي لتلبية حاجات الناس غير المحدودة والمتعددة. إذا نظرا لتزايد الحاجات الإنسانية وتعددها وفي نفس الوقت محدودية الموارد، لابد من عملية الاختيار. إذا عندما تكون الموارد محدودة وحاجات الإنسانية غير محدودة، لابد من عملية الاختيار. تصبح عملية الاختيار أمرا لا مفر منه. فإذا واجهت الفرد مشكلة الاختيار وتمكن من اختيار أحد البدائل المتاحة فقد اتخذ قرارا اقتصاديا. إذا متى نلجأ إلى عملية الاختيار؟ عندما تكون الموارد غير كافية أو محدودة
فنضطر إلى الاختيار، والاختيار نسميه مشكلة. لماذا؟ لأن الاختيار ينتج عنه تضحية بالشيء الذي لم نختاره. إذن دائما الاختيار ينتج عنه تضحية بالشيء الذي لم يتم اختياره. في اختيار سلعة معينة أو خدمة معينة يعني التضحية بسلعة أخرى. عندما نختار سلعة فذلك يعني التضحية بسلعة أخرى عندما تكون الموارد محدودة. هناك عندنا في الاقتصاد ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة، تكلفة الفرصة البديلة. والمقصود بتكلفة الفرصة البديلة هل هناك مشكلة في الصوت؟ الصوت واضح؟ طيب هل الشرائح ظاهرة؟ أرجو كتابة كلمة ظاهرة إذا كانت الشرائح ظاهرة. نعم. طيب إذا تكلفة الفرصة البديلة، ما هو تعريف تكلفة الفرصة البديلة؟ هي تكلفة الاختيار المتمثلة فيما تم التضحية به. إذا تكلفة الفرصة البديلة تسمى تكلفة الاختيار المتمثلة فيما تم التضحية به. طيب هناك في الاقتصاد تساؤلات اقتصادية أو أسئلة أساسية تواجه المجتمع. ما هي التساؤلات الاقتصادية أو الأسئلة الأساسية التي تواجه المجتمع؟ لحل المشكلة الاقتصادية ينبغي الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية تواجه أي مجتمع. ما هي الأسئلة الأساسية؟ هي: ماذا ننتج؟ كيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ إذا لحل المشكلة الاقتصادية لابد من الإجابة على الأسئلة الأساسية الثلاثة التي تواجه أي مجتمع، وهي: ماذا ننتج؟ كيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ نأتي الآن إلى السؤال الأول: ماذا ننتج؟ ما هو المقصود بالسؤال ماذا ننتج؟ المقصود به تحديد السلع والخدمات التي يتعين على المجتمع إنتاجها. فمثلا هل ينتج المجتمع ملابس أم مواد غذائية أم آلات؟ إذن هذا المقصود بالتساؤل الاقتصادي ماذا ننتج؟ تحديد السلع والخدمات التي ينبغي على المجتمع إنتاجها. ماذا ينتج المجتمع؟ هل ينتج ملابس أم ينتج مواد غذائية أم ينتج آلات ومعدات؟ هذا المقصود بالتساؤل الأول. أما التساؤل الثاني فهو: كيف ننتج؟ والمقصود بالتساؤل الثاني كيف ننتج تحديد الكيفية التي ينتج بها تلك السلع اللي حددناها في السؤال الأول، يعني تحديد طريقة الإنتاج أو أسلوب الإنتاج الفني والتقني الأمثل لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة. إذن السؤال الأول ماذا ننتج؟ نحدد به السلع والخدمات التي ينبغي إنتاجها. أما السؤال الثاني فيتعلق بتحديد طريقة أو أسلوب الإنتاج الأمثل للسلع والخدمات المطلوبة التي تم تحديدها بالسؤال الأول. أما السؤال الثالث: لمن ننتج؟ بل مقصود به تحديد كيفية توزيع الإنتاج على أفراد المجتمع وتحديد المنتفعين من الإنتاج. إذن هناك ثلاث أسئلة أساسية تواجه أي مجتمع: ماذا ننتج؟ كيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ طيب الآن رح نستعرض الأنظمة الاقتصادية وكيفية حلها أو مواجهتها للمشكلة الاقتصادية. هناك عندنا أربعة أنظمة اقتصادية في العالم. ما هي الأنظمة الاقتصادية في العالم؟
أولاً النظام الاقتصادي الرأسمالي، ثانياً النظام الاقتصادي الاشتراكي، ثالثاً النظام الاقتصادي المختلط، رابعاً النظام الاقتصادي الإسلامي. طيب، سوف نستعرض كيف واجهت هذه الأنظمة الأربعة المشكلة الاقتصادية، كيف عالجت هذه الأنظمة الأربعة المشكلة الاقتصادية. نبدأ أولاً بالنظام الاقتصادي الرأسمالي. ما هي أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي؟ الخاصية الأولى للنظام الاقتصادي الرأسمالي أنه يعطي الحرية الاقتصادية للفرد. هناك حرية اقتصادية للفرد. أما الخاصية الثانية فهي الملكية الفردية الخاصة لعناصر الإنتاج. يعني عناصر الإنتاج في النظام الرأسمالي تمتلكها جهات أو أفراد، يمتلكها أفراد، يعني ملكية فردية أو خاصة لعناصر الإنتاج. وإحنا قلنا إنه عناصر الإنتاج أربعة، هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. الخاصية الثالثة للنظام الرأسمالي حافز الربح، يعني النظام الرأسمالي يقوم على الربح المادي. أما الخاصية الرابعة للنظام الرأسمالي أنه يعتمد على جهاز الثمن في حل المشكلة الاقتصادية، أي أن النظام الرأسمالي يعتمد على جهاز الثمن أو نظام الأسعار في الإجابة على التساؤلات الاقتصادية الثلاثة: ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج. يتم الإجابة على الأسئلة الثلاثة في النظام الرأسمالي من خلال ما يسمى بجهاز الثمن أو نظام الأسعار أو آلية السوق. ما هو المقصود بآلية السوق؟ تفاعل قوى العرض والطلب في السوق. إذا كيف يتم الإجابة على الأسئلة الثلاثة في النظام الرأسمالي؟ من خلال ما يسمى بجهاز الثمن أو نظام الأسعار أو آلية السوق، اللي هو يعني قوى العرض والطلب في السوق. إذن كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي، أو كيف يتم الإجابة على التساؤلات الثلاثة في النظام الرأسمالي؟ من خلال جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو آلية السوق، يعني تفاعل قوى العرض والطلب في السوق، حيث تؤدي آلية السوق إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية، يعني تتجه الموارد الاقتصادية نحو الاستخدام الذي يحقق رغبات المجتمع، اللي هم أي مجتمع؟ أصحاب القوة الشرائية. إذن يعني عن طريق نظام الأسعار أو جهاز الثمن أو آلية السوق يتم ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد إلى أهم الرغبات. إذن النظام الرأسمالي يعطي الحرية المطلقة للفرد. النظام الرأسمالي يعطي الحرية المطلقة للفرد ويجعل لديه الحافز على الإبداع والإنتاج. فكل ما يستطيع أن يكسب الفرد هو حق له. كل ما يستطيع أن يكسب الفرد فهو حق له. وبالتالي فإن حافز الربح والتركيز على النمو والإنتاجية هي من بديهيات النظام الرأسمالي. إذن خلينا نلخص، كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي، أو كيف يتم الإجابة على الأسئلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي؟ كيف يتم الإجابة على ماذا ننتج، كيف ننتج، ولمن ننتج؟ يتم الإجابة عليها من خلال جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو آلية السوق. واضح؟ تمام. ننتقل إلى عيوب النظام الرأسمالي. ما هي عيوب أو سلبيات النظام الرأسمالي؟ النظام الرأسمالي يعطي التفضيلات الاجتماعية ليس لكل أفراد المجتمع، يعني التفضيلات الاجتماعية التي تحدد الطلب ليست كل تفضيلات أفراد المجتمع،
ولكنها تفضيلات أولئك الذين يمتلكون القوة الشرائية لدفع الثمن وهم طبقة الأغنياء. إذن بالنظام الرأسمالي يتم إنتاج السلع والخدمات لأي طبقة؟ للذين لديهم القوة الشرائية، يعني طبقة الأغنياء. إذن ماذا من الذي يحدد ماذا ننتج؟ الذين لديهم القوة الشرائية وهم الأغنياء. إذن هذه من عيوب النظام الرأسمالي، أنه لا ينتج لكافة أفراد المجتمع، وإنما لطبقة الأغنياء الذين لديهم القوة الشرائية. إذن يتم إنتاج السلع والخدمات لمن؟ لمن يتم إنتاج السلع والخدمات في النظام الرأسمالي؟ للذين لديهم القوة أو القدرة الشرائية وهم طبقة الأغنياء. وهم طبقة الأغنياء. طيب النتيجة الحتمية أو الطبيعية لهذا النظام، ما هي النتيجة الحتمية أو الطبيعية لهذا النظام؟ اتجاه الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع الكمالية وسلع الترف والرفاهية، لأن السلع الكمالية وسلع الترف والرفاهية تلبي حاجات من؟ سلع الرفاهية والترف تلبي حاجات من؟ تلبي حاجة الأغنياء على حساب إنتاج السلع الضرورية التي يحتاجها بقية أفراد المجتمع. واضح؟ إذن في النظام الرأسمالي يتم إنتاج السلع والخدمات التي تلبي حاجة الأغنياء على حساب من؟ على حساب إنتاج السلع الضرورية التي يحتاجها بقية أفراد المجتمع الذين ليس لديهم القوة الشرائية أو ليس لديهم القدرة على الشراء. أي أن النظام الرأسمالي ينحاز لطبقة الأغنياء، النظام الرأسمالي ينحاز لطبقة الأغنياء أو أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقات الأخرى. نأتي الآن إلى النقطة الثانية، وهي أن النظام الرأسمالي بالرغم أنه يؤكد على أهمية وجود أسواق تنافسية تعمل وفق جهاز الثمن من أجل توجيه الموارد الاقتصادية نحو ما يطلبه المجتمع، إلا أن الأسواق الاحتكارية لا يمكن إنكار وجودها في الدول المطبقة لهذا النظام. يعني في النظام الرأسمالي يعتمد على وجود أسواق تنافسية، يعتمد على وجود أسواق تنافسية تعمل وفق جهاز الثمن أو العرض والطلب، إلا أنه عند التطبيق وجد أن هناك أسواق احتكارية في هذا النظام. إذن هذا النظام يقوم على سيادة الأسواق التنافسية، إلا أنه في الواقع وجد هناك أسواق احتكارية. وهذا يعني أن نظام الأسعار في ظل سيادة الاحتكار لن يستطيع أن يقوم بترتيب الأولويات وتوجيه الموارد إلى أهم الرغبة. الأصل أنه تكون في هذا النظام الأسواق ماذا؟ أسواق تنافسية. الأصل أن يكون في هذا النظام الأسواق تنافسية، إلا أنه عند التطبيق وجد أن هناك أسواق احتكارية. لا يمكن إنكار وجود الأسواق الاحتكارية في الدول المطبقة لهذا النظام. ننتقل الآن إلى النظام الاشتراكي، النظام الاقتصادي الاشتراكي أو الشيوعي. النظام الاقتصادي الاشتراكي من أهم أسسه أو خصائصه أن الدولة تمتلك الموارد الاقتصادية، يعني الدولة تمتلك عناصر الإنتاج، وبالتالي فإن الدولة تقوم بترتيب أولويات الإنتاج، أي أن الدولة هي التي تجيب على التساؤلات الأساسية الثلاثة. لاحظوا في النظام الرأسمالي، في النظام الرأسمالي من يجيب على الأسئلة الثلاثة؟ في النظام الرأسمالي من يجيب على الأسئلة الثلاثة؟ جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو السوق، آلية السوق. أما في النظام الاشتراكي من يجيب على الأسئلة الثلاثة؟ من يجيب على الأسئلة الثلاثة؟ الدولة. الدولة من على اعتبار أن الدولة تعرف مصلحة المجتمع، وبالتالي
الدولة تحدد ماذا ينتج المجتمع وكيف ينتج المجتمع ولمن ينتج المجتمع. إذا من يقوم بالإجابة على التساؤلات الثلاثة في النظام الاشتراكي؟ الدولة من خلال جهاز التخطيط المركزي أو نظام التخطيط المركزي. إذا يتم الإجابة على التساؤلات الثلاثة في النظام الاشتراكي من خلال الدولة عبر جهاز التخطيط المركزي أو نظام التخطيط المركزي. يعني تقوم الدولة بوضع خطة مركزية، وفي هذه الخطة يتم الإجابة على التساؤلات الاقتصادية الثلاثة. إذن كمان مرة خلينا نعمل مقارنة بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. في النظام الرأسمالي يتم حل المشكلة الاقتصادية والإجابة على التساؤلات الثلاثة من خلال جهاز الثمن أو نظام الأسعار أو آلية السوق، يعني العرض والطلب في السوق. بينما في النظام الاشتراكي يتم حل المشكلة الاقتصادية والإجابة على التساؤلات الثلاثة من خلال جهاز التخطيط المركزي أو نظام التخطيط المركزي، يعني من خلال الدولة. الدولة ممثلة بنظام التخطيط المركزي، حيث تقوم الدولة بوضع خطة مركزية يتم الاعتماد عليها في حل المشكلة الاقتصادية. فالدولة تحدد السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع. أيضا الدولة تحدد أسلوب أو طريقة الإنتاج، وكذلك الدولة تحدد كيفية توزيع الإنتاج على أفراد المجتمع، حيث تتم عملية توزيع الإنتاج بالتساوي بغض النظر عمن بذل جهدا وأبدع في العملية الإنتاجية أو المتقاعس. طيب الآن ما هي عيوب النظام الاشتراكي؟ ما هي عيوب النظام الاشتراكي؟ الأول، العيب الأول للنظام الاشتراكي، وهو القضاء على حوافز الإنتاج والإبداع. القضاء على حوافز الإنتاج والإبداع، لأنه في النظام الاشتراكي لا يوجد حافز للربح. في النظام الاشتراكي لا يوجد حوافز للربح، وبالتالي من عيوبه القضاء على حوافز الإنتاج والإبداع، وهذا يعتبر أحد أهم أسباب انهيار النظام الاشتراكي. هو القضاء على حوافز الإنتاج والإبداع، لأنه لا يوجد حوافز للربح، لأن الدولة هي التي تقوم بالإنتاج، بتحديد ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج. العيب الثاني للنظام الاشتراكي أن ترتيب الأولويات يخضع لمصالح ورغبات ونفوذ المخططين في الدولة، لأن الذي يضع الخطة المركزية هم المخططين في الدولة، وبالتالي ترتيب الأولويات يخضع لمصالح ورغبات ونفوذ المخططين، وبالتالي سوف يكون منحاز لفئة المخططين على حساب الفئات الأخرى. إذا لاحظوا في النظام الرأسمالي كان هناك انحياز لطبقة الأغنياء، بينما في النظام الاشتراكي هناك انحياز لمين؟ للمخططين، لفئة المخططين على حساب الفئات الأخرى. إذا نعيد تلخيص ما ذكرناه بالسابق. يتم الاعتماد في حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي على جهاز الثمن أو آلية السوق أو ما يسمى بنظام الأسعار، في حين بالنظام الاشتراكي يتم الإجابة على التساؤلات الثلاثة من خلال نظام التخطيط المركزي. نأتي الآن إلى النظام الثالث، وهو النظام الاقتصادي المختلط. النظام الاقتصادي المختلط هو النظام السائد في هذا العصر، وهو نظام يخلط أو يجمع ما بين مزايا النظام الرأسمالي والاشتراكي، فيأخذ شيئا من النظام الرأسمالي ويأخذ شيئا آخر من النظام الاشتراكي. إذن يخلط ما بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي، يجمع بين مزايا النظامين الرأسمالي والاشتراكي، فيأخذ شيئا
من النظام الرأسمالي ويأخذ شيئا آخر من النظام الاشتراكي، أي أنه يجمع أو يخلط ما بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي، وهو النظام السائد في هذا العصر. نأتي الآن إلى النظام الاقتصادي الإسلامي. النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مستقل، يعني ليس له علاقة بالأنظمة الأخرى. لماذا؟ لأن الأنظمة الأخرى هي أنظمة وضعية، يعني النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام المختلط هي أنظمة وضعية تم وضعها من قبل البشر. شو ما المقصود بوضعية؟ تم وضعها من قبل البشر، وبالتالي فهي تخضع لأهواء البشر. مدام وضعها البشر فهي تخضع لأهواء ومصالح البشر. بينما النظام الاقتصادي الإسلامي مستمد من التشريعات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبالتالي لا يخضع لأهواء البشر لأنه لم يضع البشر، لا يخضع لأهواء البشر لأنه لم يضعه البشر، وإنما مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإنما يتوافق مع طبيعة البشر. أيضا النظام الاقتصادي الإسلامي لم يقتصر على معالجة المشكلة الاقتصادية، بل مشكلة ندرة الموارد، بل تعدى ذلك إلى تهذيب الحاجات الإنسانية المتعددة. يعني الأنظمة الوضعية اللي هي الرأسمالي والاشتراكي والمختلط عالجت المشكلة الاقتصادية من جانب الموارد، ندرة الموارد، بينما النظام الإسلامي عالج المشكلة الاقتصادية من الجانبين، من جانب ندرة الموارد وأيضا من جانب تهذيب الحاجات الإنسانية المتعددة. طيب الآن، هل القول بوجود المشكلة الاقتصادية تنافى مع الاعتقاد الصحيح للمسلم؟ يعني في الإسلام أو في النظام الإسلامي، هل هناك يقر النظام الإسلامي بوجود مشكلة اقتصادية أو لا يقر؟ هناك رأيين في الإسلام حول وجود المشكلة الاقتصادية، هناك رأيين في الإسلام حول وجود المشكلة الاقتصادية. الرأي الأول، يعتقد أصحاب هذا الرأي بأن القول بوجود المشكلة الاقتصادية يستلزم وجود شبهة فحواها، معاذ الله، أن الله سبحانه وتعالى قد قصر في خلق الكون فلم يخلقه على الوجه المطلوب. إذن أصحاب هذا الرأي، احنا بدأنا متأخرين، بدأنا في هذه المحاضرة متأخرين، فبالتالي رح نكمل، بدأنا متأخرين رح نكمل الآن، نستمر في المحاضرة، والمحاضرة تنتهي الساعة 5، لأنها بدأنا تبدأ 4:15 وتنتهي 5. طيب أصحاب الرأي الأول يقول بأنه لا توجد مشكلة اقتصادية. ليش؟ لأنهم برأيهم وجود المشكلة الاقتصادية فيها شبهة تحوى هذه الشبهة أن الله، ما عاد الله، قد قصر في خلق الكون فلم يخلقه على الوجه المطلوب. وهناك يستدلون بأدلة من القرآن الكريم بأن المشكلة الاقتصادية غير موجودة. ما هي الأدلة التي يعتمد عليها بعدم جواز القول بوجود المشكلة الاقتصادية؟ قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقول الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقول الله عز وجل: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إذن هذه الأدلة حسب أصحاب هذا الرأي تعني عدم وجود المشكلة الاقتصادية، لأنهم بيعتبروا وجود المشكلة الاقتصادية فيها شبهة بأن الله، ما عاد الله، قد قصر في خلق الكون فلم يخلقه على الوجه المطلوب. لكنهم اعتبروا المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة مطلقة وليست ندرة نسبية للموارد. وإحنا قلنا أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. يعني لماذا هم اعتبروا عدم وجود المشكلة الاقتصادية؟ لأنهم اعتبروا الندرة هي ندرة مطلقة،
وليست ندرة نسبية. وإحنا قلنا أن المشكلة الاقتصادية هي ندرة نسبية للموارد وليست ندرة مطلقة. أما أصحاب الرأي الثاني فأقروا بوجود المشكلة الاقتصادية. أصحاب الرأي الثاني أقروا بوجود المشكلة الاقتصادية، ولكن اعتبروا المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. وفي هذه الحالة لا يكون هناك شبهة بأن الله قد قصر في خلق الكون، لأنهم اعتبروا المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. وهناك أدلة على أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. ما هي الأدلة على أن المشكلة الاقتصادية موجودة ولكنها مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة؟ الدليل الأول، هناك أدلة على اتصاف العالم بالندرة النسبية في الموارد. ما هي الأدلة؟ قول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا دليل على أن ندرة الموارد هي ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. والندرة النسبية قلنا في السابق هي وجود الشيء مع عدم كفايته، يعني موجود ولكنه غير كافي بالنسبة للحاجة إليه. أيضا هناك دليل آخر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا يدل على أن الموارد موجودة ولكنها غير كافية، ولكنها غير كافية بالنسبة للحاجة إليها. يعني قدر معلوم، يعني قدر محدود. ما هو الدليل الثاني على أن المشكلة الاقتصادية موجودة ولكنها مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة؟ كل الأوامر الشرعية تدعو إلى عدم الإسراف والتبذير. كل الأوامر الشرعية تدعو إلى عدم الإسراف والتبذير. فلو كان المسلم يتوضأ فيجب أن يقتصد في ماء الوضوء ولو كان على نهر جار. وهناك الأدلة كثيرة التي تدعونا إلى عدم الإسراف والتبذير، كقول الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه كلها الأوامر الشرعية تدعونا إلى عدم الإسراف والتبذير. فلو كانت الموارد موجودة بكميات غير محدودة، لو كانت الموارد موجودة بكميات غير محدودة كان ما هناك داع إلى عدم الإسراف وعدم التبذير. فعدم الإسراف والتبذير دليل على أن الموارد موجودة بكميات محدودة. الدليل الثالث من ناحية عقلية، نجد أن الغني لا يستطيع توفير الموارد لتحقيق كل رغباته. فلو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل الشرعي الرابع أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية، فالموارد الاقتصادية الكامنة وإن كانت بشكل إجمالي كافية لكل الناس، لكن الأمر يختلف عندما تؤخذ حالة مجتمع خلال فترة زمنية على انفراد. الدليل الخامس، لو كانت الموارد الاقتصادية موجودة بكميات غير محدودة لما احتاجت المجتمعات إلى تعيين حدود الملكية، ولما اقتضى الأمر تبني ترتيبات لتوزيع الموارد وتوزيع الإنتاج. إذن بالنهاية هناك رأيين في الإسلام. الرأي الأول يقول عدم وجود مشكلة اقتصادية لأنهم يعتبروا المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة مطلقة. أما أصحاب الرأي الثاني فيقولون أن المشكلة الاقتصادية موجودة لأنهم يعتبروا أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة. طيب، إذا اعتبرنا الرأي الثاني أن المشكلة الاقتصادية موجودة
ولكنها مشكلة ندرة نسبية، فلا بد أن نرى كيفية علاج النظام الاقتصادي الإسلامي للمشكلة الاقتصادية. إذن كيف عالج أو حل النظام الاقتصادي الإسلامي المشكلة الاقتصادية على اعتبار أنها مشكلة ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة؟ إذن النظام الاقتصادي الإسلامي ما يميز عن نظام الأنظمة الوضعية أنه لم يقتصر على معالجة جانب الموارد، وإنما عالج أيضا جانب الحاجات والرغبات، بينما الأنظمة الوضعية عالجت المشكلة الاقتصادية من جانب الموارد فقط، بينما النظام الاقتصادي الإسلامي عالج المشكلة الاقتصادية من جانب الموارد ومن جانب الحاجات، ولذلك دعا إلى تهذيب الحاجات الإنسانية. طيب، ما هي طرق علاج المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي؟ هناك 5 طرق لعلاج المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي. الطريقة الأولى المحافظة على الموارد، الطريقة الأولى المحافظة على الموارد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن في ذلك إضاعة للمال، لأن في ذلك تظلما وإضاعة للمال. وقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن السفهاء سوف يضيعوها ويستخدموها بما لا ينفع. الدليل، الطريقة الثانية لعلاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام، الطريقة الثانية لمعالجة المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي هي تنمية وتطوير الموارد. كيف يتم تنمية وتطوير الموارد؟ من خلال النقاط التالية: ألف، حث الإسلام على إقامة المرافق العامة، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبع أشياء يجري أجرهن للعبد بعد موته. وذكر من ضمن هذه السبعة: من كر نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن ضمن هذه 3 الصدقة الجارية، وهذا ما يعرف بالوقف في الإسلام. النقطة الثانية: حث الإسلام على عمارة الأرض، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالمسلم ليس مأمور بالمحافظة على الموارد فقط، وأيضا تحسين قدرة المجتمع على الإنتاج بعمارة الأرض وتحقيق التنمية. النقطة الثالثة: شجع الاقتصاد الإسلامي على صيانة الموارد الاقتصادية، وذلك بإحياء الأرض، لقول الله عز وجل: من أحيا أرضا ميتة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن شجع الاقتصاد الإسلامي على صيانة الموارد الاقتصادية بإحياء الأرض، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. النقطة دال: حصر الموارد الموجودة في باطن الأرض بملكية عامة، يعني الموارد الموجودة في باطن الأرض مثل البترول مثلا هي لها ملكية عامة للدولة لخير المجتمع كله. النقطة ها: حفظ الأصول المنتجة، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب لمن أراد أن يذبح شاه. يعني الرسول حثنا بعدم ذبح الشاه الحلوب، لأنها تنتج. لماذا لا نذبح الحلوب؟ لأنها تنتج الحليب والمواليد. الطريقة الثالثة لحل المشكلة الاقتصادية هي حرية السوق. يعني حرية السوق المقصود فيها النقاط التالية: الأصل في الإسلام عدم التسعير، الأصل في الإسلام عدم تحديد الأسعار، الأصل في الإسلام عدم تحديد التسعير، يعني أن تترك الأمور للعرض والطلب، حرية السوق. الأصل في الإسلام عدم التسعير،
أي حرية السوق، يعني تترك الأمور للعرض والطلب في السوق، لأن حرية السوق تؤدي إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية. يعني الأصل في الإسلام عدم التسعير، أن تترك تحديد الأسعار لجهاز الثمن، يعني للعرض والطلب في السوق. طيب، النقطة الثانية في حرية السوق أنه الأصل في الإسلام عدم الاحتكار، يعني نهى الإسلام عن الاحتكار، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد بها أن يغلي على المسلمين فهو خاطئ. هذا دليل على النهي عن الاحتكار. النقطة جيم: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان أو الوافدين. ما هو المقصود بتلقي الركبان أو الوافدين؟ المقصود بتلقي الركبان أو الوافدين أنه ملاقاة الذين جاءوا من خارج السوق. زي مثال على ذلك، يعني زي مثلا بسوق الحراج السيارات، يعني تجد بعض التجار يقفوا خارج السوق حتى يشتروا من خارج السوق، لاستغلال مين؟ لاستغلال من يريد أن يبيع السلعة نتيجة جهله بالسعر. يعني البيع خارج السوق، تلقى الركبان يعني نتلقاهم خارج السوق ونستغل عدم معرفتهم بالأسعار نتيجة لأنهم ما دخلوا السوق ولم يتعرفوا على السعر في السوق. إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لأنه يتنافى مع توفر المعلومات الكافية لأطراف العقد اللي هم البائعين والمشترين عن أحوال السوق ومستويات الأسعار. طب ما يميز الإسلام عن النظام الرأسمالي؟ لاحظوا، النظام الرأسمالي يدعو إلى حرية السوق، والنظام الإسلامي يدعو إلى حرية السوق. طب ما هو الفرق بين النظام الإسلامي والنظام الرأسمالي؟ النظام الرأسمالي قلنا دائما يوجه الموارد لإنتاج السلع والخدمات لمين؟ للذين لديهم القدرة على الشراء، يعني طبقة الأغنياء. بينما في النظام الإسلامي يتم توجيه الموارد لإنتاج السلع والخدمات لكافة أفراد المجتمع، مش لطبقة الأغنياء، بينما لكافة أفراد المجتمع، للأغنياء والفقراء. طب الفقراء ليس لديهم القدرة على الشراء، النظام الإسلامي يوفر لهم القدرة على الشراء من خلال الزكاة، لأنه من خلال الزكاة، ما هو المقصود بالزكاة؟ أنه نأخذ من أموال الأغنياء ونوزعها على الفقراء والمساكين والصدقات وما إلى ذلك، وبالتالي يستطيع الفقراء إيش؟ يصبح للفقراء قدرة على الشراء من خلال أموال الزكاة والصدقات وما إلى ذلك. إذن هذا ما يفرق النظام الإسلامي عن النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي يتم إنتاج السلع لمين؟ للذين لديهم القدرة على الشراء وهم طبقة الأغنياء فقط، بينما بالنظام الإسلامي يتم إنتاج السلع والخدمات لكل أفراد المجتمع، للفقراء والأغنياء على حد سواء. طب الفقراء كيف بصير عندهم قدرة على الشراء؟ من خلال الزكاة والصدقات وما إلى ذلك، لأننا نأخذ من أموال الأغنياء ونعطيها للفقراء، فيصبح للفقراء قدرة على الشراء. نأتي إلى الطريقة الرابعة لمعالجة المشكلة الاقتصادية في الإسلام، وهي تكييف الحاجات وعدم المبالغة في الرغبات. طب ما يتم ذلك؟ من خلال ما يلي: أن الإسلام دعا أو إلى اقتصار الاستهلاك على الطيبات. في الإسلام هناك اقتصار للاستهلاك على الطيبات، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات، يعني شو المقصود بالطيبات؟ السلع المباحة والمحللة. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هو المقصود بالخبائث؟ السلع المحرمة. إذن اقتصر الإسلام على استهلاك الطيبات، يعني السلع المباحة، السلع الحلال.
النقطة الثانية النهي عن الإسراف والتبذير، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأيضا قول الله عز وجل: كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغني غني النفس. وماذا ذكر الراغب الأصفهاني؟ قال: أن غنى النفس هو قلة الحاجات، ويعني ذلك أن الغنى هو المقدرة على التحكم بالطلب وعدم المبالغة فيه. الطريقة الخامسة لمعالجة المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي هي الاستعانة بالتقوى والدعاء. فالدعاء يعتبر سلاح ماض ضد ندرة الموارد، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الله عز وجل ربط سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى بما ينزل من خيرات مباركة من السماء والأرض. إذن الأمان والتقوى هو سلاح ضد ندرة الموارد، اللي هي الندرة النسبية للموارد. إذن يتم علاج المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي بخمسة طرق. ما هي الخمسة طرق؟ أو الطريقة الأولى المحافظة على الموارد، الطريقة الثانية تنمية وتطوير الموارد، الطريقة الثالثة حرية السوق، الطريقة الرابعة تكييف الحاجات وعدم المبالغة في الرغبات، أما الطريقة الخامسة فهي الاستعانة بالتقوى والدعاء. الآن نفتح المجال للأسئلة، إذا هناك أسئلة نفتح المجال. لا، الأدلة مو مطلوب حفظها، لأنه أسئلة الاختبار هي أسئلة اختيارية، يعني ما راح أطلب منك تكتب لي في الاختبار دليل، لأن طبيعة الأسئلة أسئلة اختيارية، بس مطلوب فهمها، ليس مطلوب حفظها، وإنما مطلوب فهمها. يعني ممكن أقول لك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، دليل على ماذا؟ دليل على النهي عن الإسراف والتبذير. واضح؟ غير مطلوب حفظها، وإنما مطلوب فهمها. تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ هل هناك أسئلة أخرى؟ احنا قلنا مثلا كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي؟ كيف يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي؟ من خلال جهاز الثمن أو نظام السوق، نظام الأسعار أو العرض والطلب في السوق. طيب كيف يتم علاج المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي؟ من خلال نظام التخطيط المركزي، الدولة اللي هي نظام التخطيط المركزي. كيف يتم علاج المشكلة الاقتصادية في النظام الإسلامي؟ بخمسة طرق ذكرناها. طيب بدنا نعرف خصائص كل نظام، بدنا نعرف خصائص كل نظام. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياك والحلوب. يعني لمن يريد أن يذبح شاه لا يروح يذبح شاه حلوب، وإنما يذبح شاه غير حلوب، يعني لا تنتج الحليب والأبقى والمواليد، لا تنتج الحليب والمواليد. هل هناك أسئلة علمية؟ الآن أنا ذكرت في اللقاء الحي السابق، ذكرت أنه سوف أقوم بتنزيل هذه الشرائح في منتدى المقرر في نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. في نهاية هذا الأسبوع سوف أقوم بتنزيل كافة شرائح المقرر، وعددها 120 شريحة في منتديات المقرر، فيستطيع أي طالب أو طالبة طباعتها من منتدى المقرر. هل هناك بقية أسئلة؟ أنتم مطالبين بكل ما هو موجود في الشرائح اللي بعرضها،
كل ما أعرضه في الشرائح أنتم مطالبين به. مطالبين بكل ما هو موجود في الشرائح، كل ما هو موجود في الشرائح اللي بعرضها مطالبين فيه في الاختبار. ممكن يأتي أي سؤال مما هو موجود في الشرائح. نعم، الاختبار النهائي 40 سؤال، الاختبار النهائي 40 سؤال اختياري. هي ملخصة، هي في الشرائح هي عبارة عن ملخص. الشرائح المعروضة هي عبارة عن ملخص. يعني إذا بنحولها إلى خط عادي ما بتتجاوز كلها 50-55 صفحة. هي الشرائح المعروضة أمامكم باعتبار ملخص أو خلاصة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونلتقي الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، يوم الاثنين القادم الساعة 4:15. إذا نلتقي في اللقاء الحي القادم يوم الاثنين الساعة 4:15 بنفس التوقيت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.